الوصفة التانية بقى عبارة عن مكعبات بطاطس زي ما انتم شايفين كده، تقطع صغير، صدور فراخ، بيض، بصل، شبت وبقدونس وكزبرة، بهارات، جبنة مطبوخة وجبنة نوعين، واحدة بالقشطة أنا جايباها، واحدة بالجبنة الشادر وزيتون أخضر. طيب أول حاجة هتحصل إن إحنا هنحط هنا زيت خلاص، وهنحط البطاطس. اهو كده عبال ما البطاطس يعني ما تبقاش مقليه، تبقى متشوحه كويس قوي. خلاص هنجيب بقى الفراخ ونقطعها مكعبات اكبر شويه من البطاطس. دي من الوصفات بقى الجديده شويه الليبيه، مش قديمه قوي، مش زي المبكبكه. المبكبكه دي قديمه جدا جدا، دي قديمه بس مش قوي يعني كده. طبعا الفراخ سلقينها في ورق لوري ومستكه وحبهان وبصله وجزره عشان تدي نكهه حلوه، ما ننساش دايما بالذات الجزر، عايزه اقول لكم بيدي نكهه حلوه قوي للفراخ. وعود قرفه، يعني دايما نحط ايه، عود قرفه، ما نحطش القرفه الباودر في الشوربه، لا نحط العيدان. خلاص نحطها كده على جنب ونجيب الطبق اللي هنحطه في الفرن. طيب عقبال برضو ما البطاطس تتشوح هنعمل ايه بقى، هنجيب البيض خلاص، اربع بيضات كده مع البهارات. مع الملح طبعا، كل ده عشان كمان زفارة البيض تضيع خالص. البهارات والملح والفلفل هيخلونا ممكن نستغنى عن الخل، مش انا دايما بقول لكم حطوا خل مع البيض عشان الزفارة، لكن لو انتوا يعني خايفين ممكن نحط ايه معلقة خل. خلاص هنحط بقى نص كمية البصل ونص كمية الزيتون والكزبرة، البقدونس، الشبت، ونقلب كويس كده اهو. يعني ممكن نستغنى عن البيض في الوصفه دي، في الوصفه الليبي دي، بس هما بيعملوها كده، انا شايفه ان احنا ممكن نستغنى عنه، بس احنا ممكن بقى نعملها ليه، عشان في اطفال ما بتحبش البيض خالص، ما بتاكلهوش اصلا، فده فرصه ان احنا نحط البيض في الوصفه دي ونخبيه. يعني دي بتبقى حلوه للاطفال او حتى الكبار اللي ما بياكلوش بيض وما بيستفيدوش خالص بالفوائد بتاعة البيض، فهنحطه كده اهو بالطريقة دي. شايفين الخليط؟ عايزة اقول لكم ريحته حلوة جدا. طيب نبص كده على البطاطس، هي كده بقت تمام. احط بقى ايه الفراخ كمان تتشوح معاها.
مع فلفل اسود، ملح، بهارات. خلاص ونقلب كده اهو، ونحط. عايزه اقول لكم مش هتاخد سوا خالص كتير في الفرن، 10 دقايق بالكتير يعني، وكل حاجه مستويه. هو احنا بس بنحطها عشان كمان ايه البيض. خلاص، وبعد كده نحط بقى الخليط ده هنا كده، نغطيه خالص. اهو نقعد نقلب كده. هنحط بقى بقدونس، برضو شويه من الحاجات اللي احنا حطيناها، البصل، الشبت، ونطلع. بصوا نظيفه مفيهاش اي حاجه، شايفين مفيهاش اي حاجه، دي الجبنه. خلاص، طيب اخر بقى خطوه هنعمل كده اهو، وكده ونحطها في الفرن. جبنة بس تسيح يعني، ممكن تاخد دقيقة مثلا. نحطها كده في الفرن بقى